درجات حرارة أعلى من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام، وطقس دافئ في أغلب المناطق، وزخات رعدية من المطر تتركز في المناطق الشرقية، وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين تقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن ترتفع درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام من 4 إلى 6 درجات مئوية في معظم مناطق المملكة، لتكون الأجواء ربيعية دافئة في أغلب المناطق، وتصل إلى أن تكون حارة نسبيا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. وفي تفاصيل الهطولات المطرية، وتحديدا مع تأثر المملكة بهذه الأحوال الجوية الغير مستقرة بدءا من اليوم وأيضا يوم الغد، كما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطرية، متوقع أن تبقى الفرص لزخات من الأمطار على مناطق متفرقة، ولكن تتركز هذه الأمطار في المناطق الشرقية من المملكة. هذه الأمطار متوقع أن تكون غزيرة، والرياح متوقع أن تكون نشطة في بعض الأحيان، مما يثير الأتربة والغبار، لذلك وجب التنويه. أما فيما يخص هذه الليلة، في العاصمة عمان غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 18 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 10 كيلومترات في الساعة. وفي 3 أيام القادمة في العاصمة عمان أيضا كما نشاهد ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة، لتعاود انخفاضها مع يوم الخميس، بداية من يوم الثلاثاء 27 نهارا إلى 17 درجة ليلا، وأيضا يوم الأربعاء 28 درجة في ساعات النهار و16 درجة في ساعات الليل. انخفاض ملموس وواضح على درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع، وتحديدا مع يوم الخميس، لتصل إلى 20 درجة مئوية في ساعات النهار في العاصمة عمان، وانخفاض أيضا واضح وملحوظ على درجات الحرارة الليلية، لتحتاج أن نرتدي معطف خلال ساعات الليل المتأخرة في معظم مناطق المملكة، ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد. 30 إلى 19 درجة مئوية نهارا، في المفرق 30 إلى 16، في جرش 31 إلى 18، وفي عجلون غيوم متفرقة من 29 إلى 18 درجة مئوية. في العاصمة عمان 27 إلى 17، في الزرقاء 30 إلى 17، في البلقاء 28 إلى 17، في مادبة 28 إلى 17 أيضا، أجواء حارة نسبيا في البحر الميت من 36 نهارا إلى 24 درجة في ساعات المساء. جنوبا في الكرك 28 إلى 18، في الطفيل 27 إلى 19، في معان 29 إلى 17 درجة مئوية، وفي جبال الشرار غيوم متفرقة من 24 إلى 16 درجة مئوية، وفي العقبة 36 إلى 24 درجة في ساعات المساء، والأجواء حارة نسبيا في العقبة. في الرويشد 31 إلى 19، في الصفاوي 30 إلى 17، وأخيرا في الأزرق 31 إلى 18 درجة مئوية، مع وجود رياح مثيرة للأتربة في المناطق الشرقية. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.